بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناة خفايا الطب البديل وتفسير الأحلام. بإذن الله تعالى اليوم أتينا لكم بموضوع مهم جدا 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 وموضوع خطير للغاية. موضوع هذا طبعا بهم جميع النساء. الموضوع كالتالي، الموضوع هو بعض الأجنة اللي بتكون موجودة في عندما تحمل المرأة الجنين. في بعض الأحيان بيكون الوضع الخاص فيه هو وضع غير طبيعي، اللي هو ما يسمى، مش عارف إذا كان يسمى لديكم في الدول اللي أنتم موجودة فيها نفس الاسم، اللي هو وضع الجنين الفارسي، وفي بعض الدول أخرى عربية يسمى بالوضع العرضي للجنين، اللي هو الجنين معروف أنه بيدور بعد ذلك المفروض الرأس الخاص به بيأتي في الرحم، وبالتالي بيفتح الرحم وبيستعد للولادة. فماذا لو كان أن الرأس الخاص به مقلوب، جاي هنا أو جاي هنا وما يريدش أنه هو يتحرك، والأنثى خلاص وصلت إلى غاية الشهر التاسع، وهنا سوف إما في العادة قديما ممكن الأنثى غالبا بتموت في هذه الحالة غالبا، بس حديثا بيتجهوا للعملية، وبالتالي إذا كانت الأنثى فصيلة الدم الخاصة بها نادرة أو غير موجودة أو كان، فبتسبب مشاكل تانية، وهو أصلا الولادة الطبيعية أفضل للأنثى. لذلك لدينا الحل لهذا الموضوع، وهو إذا كان رأس الجنين هنا أو هنا أو بأي وضعية غير وضعية السليمة، سوف تقوم بطبعا تعديل الوضع الخاص به. التعديل الخاص به بسيط جدا، ما بيحتاج إلى أي شيء. يعطيني تمام. الحلول اللي راح نستخدمها، لدينا ثلاث حلول. أول شيء اللي هو كثرة، لذلك يجب على النساء اللي هي في الشهر التاسع أن هي حتى احتياطيا أن هي تقوم بالصلاة بشكل دائم. لماذا؟ لأنه اتضح علميا أنه وضعية الركوع والسجود تقوم بتحريك الجنين وإعادته للوضع الطبيعي، كل ما كان طبعا الركوع والسجود أكثر. أيضا لدينا الحل الثاني اللي هي هذه الكرة، انتبه جيدا، هذه الكرة يجب أن الأنثى تضع الظهر الخاص بها من هنا، زي ما تشوف مواكل كثير جدا على فكرة من الفيديوهات الموجودة في اليوتيوب، فيديوهات أوروبية بتشرح هذه الطريقة. تضع الظهر الخاص بها من هنا وتقوم طبعا بالتحريك بهذه الكيفية اللي هي الكرة الكبيرة، هناك كور أكبر من هذه. هذه الطريقة تقوم طبعا بأيضا مساعدة تسهيل الولادة، وأيضا بتعمل على تحريك الجنين ودفعه للوضع الطبيعي. أيضا الحل الثاني اللي هو كانوا بيستخدموه قديما الأجداد، اللي هي مش عارف هذه تعرفوها في المناطق الخاصة بكم أو لا، اللي هي المكنسة الصغيرة الخاصة بالمكنسة الصغيرة، يعني خاصة بالمنازل. هذه يجب أن الأنثى تقف على أربعة وتذهب طبعا بالكنس بهذه الطريقة، طبعا بتوقف يعني هكذا وبتكنس، أصلا هي مفيش إلا لا وضعية واحدة. يجب أن هي تستخدمها بشكل كامل لمدة ربع ساعة ثلاث مرات يوميا. عندما تشعر بالتعب بتوقف الموضوع، إذا شعرت بالتعب في أي طريقة من هذه الطرق بتوقف الموضوع. الصلاة مع هذه في نهاية الشهر يستحسن طبعا. هذه الطرق متى ستبدأ بها؟ ستبدأ بها بعد الأسبوع 36، بعد الأسبوع 36 تبدأ تفكر في هذه الطريقة اللي هي بتدفع بها الجنين للوضع الطبيعي. المهم، هذه هي الأشياء، كان هذا بس تنويه، والحل بسيط جدا أعطيته لكم، مضمون ومؤكد. أي واحدة لديها الجنين مش الوضع الطبيعي، بعد استخدام هذه الطرق راح تلاحظ الفارق حتى في السونار أو في الجهاز. هذا هو الموضوع. الآن لسا دعمنا باشتراك أسفل هذا الفيديو، انظر هاي كلمة سبسكرايب أو اشتراك، قم بالنقر عليها، وأيضا دعمنا بلايك وشارك هذا الفيديو على أكبر نطاق. انزل لوطة تجد مشاركة، اضغط عليها بيظهر لك رابط، قم بنسخة وضع على صفحتك في فيسبوك أو تويتر أو في الواتساب. المهم، سلام، هذا هو الموضوع.